بالنسبه الناس الجامعه كده يعني الرياضه اللي انتوا شعروا اصلا من المركز منها. فانا بقولها انا مش هتكلم عن ماتش فاسلوس ولا تلوس والكلام ده، لكن ازاي اعمل انتربريتيشن للمركز؟ في نقطه مهمه قوي احب اسالها الناس واللي هتتفاعلوا معايا دلوقتي، عشان ناخد عينه مركز كويسه اقرب، ايه البريكوشنز اللي بتعملها؟ يعني انا هتحول عينه ازاي؟ ارتيريال ولا فينس؟ هل هو المفروض تبقى ارتيريال؟ لابد تبقى ارتيريال. ارتيريال سامبل، انت عارف الارتيريال سامبل ديت مزعجه جدا وبين فور وور. في سبوتس اتعملت 12 لقوا ان مفيش فرق كبير قوي، بس هو الجهاز ان هو بص ان انا مش الغرض بتاعي الاوكسجينيشنز، يعني انا مش عايز اكون ولا ساتوريشن، اقعد كل شكل عشان اشوف بايكارب، اقعد اعمل ارتيريال بلاد جاز مش عامل ايه او في معانا حتى في السي تي. لكن لو انا عاوز اوكسجينيشن والبلوتو ساتوريشن قصه مختلفه. النقطه الثانيه، انا هسحب عينه اسحبها ازاي؟ يعني اسحبها في سترينج ازاز بلاستيك سنتي 2 سنتي 5 سنتي نقطه، اسحب كام؟ الكميه قد ايه؟ كميه الدم قد ايه؟ 2 سنتي. كان الاول يقول لك اي نقطتين وخلاص وبالسلامه، لا 2 سنتي خام. طيب اسحب في سرنج ازاز ولا بلاستيك؟ الاصح ازاز، لان البلاستيك بتفاعل وبتغير بتاعك، لكن ما عادش فيها كونتاكت لما خلاص الازاز ده انتهى امره. يبقى اسحبها في سرنج بلاستيك وجري على المعمل على طول فريش. طيب اسحبها وارجها اطلع الهواء منها ولا ما اطلعوش؟ لازم لا اطلع الهواء، لان لو سبت فقاع الهواء بيتفاعل وتغير لي، وخاصه لو انا سحبها ارتيريا وعاوز تو كلام زي كده والسطوع يتغير برضه، فبعمل جنتل يعني سحبت العينه جنتل كده مانيبيوليشن وجري، ما يبقاش فقاع الهواء وجري على المعمل بلوت جاز. لو انا لو بتعامل مع طبيب سحب ارتيريا بلوت جاز وما تابعش نتيجتها يشوفها سريعا، المفروض طب يعني انت مخك فين؟ يعني انت عملت بينفر تكنيك وفي الاخر ما مش مستعجل على النتيجه. فلا الارتيريا لازم تعرفها بعد 5 دقائق. يعني كل واحد مستنيها هناك يديك النتيجه ويرجع لك النتيجه في ثانيه. انها مش سحبت البودكاست وخلاص ولا اشوف على بكره، كان ده مظبوط. النقطه الثانيه، لو هسحب ارتيريا بلاد جاسس في كلينيكال تيست لازم اعمله. انتوا عارفين التيست ده؟ ايه الكلينيكال تيست اللي نعمله علشان ابقى سيف في البلد في الارتيريال بلد جازس؟ بتعمل ازاي؟ حد فيكم يعمله يعني ممكن تطلعي انت وزميلتك توريها تعمل ايه ازاي؟ او انت قاعده مكانك توريها تعمل ايه مع الدكتور امل ازاي؟ بلاش تعمل شوفي بس ما تتكلميش، انا هتفرج عليك يعني ونشتغل بنقط الاشاره بس. شفتي خلاص ماشي كويس. الكلام ده مش مظبوط. انا هعمله مع دكتور شعر او بعد اذنك، بعد اذن دكتور شعر. انا انا بمسك الايد كده ماشي، اللاتر ده الريدر الارتش والميديا ده الارتش. انا هي الفكره انا عاوز اشوف الكلام ده ليه؟ لان ساعات انا هخرج من ريدي الارض. لو العيان ما عندوش امر الارض ايه اللي هيحصل؟ يبقى في مشكله كبيره. ف الهند بتبقى انتنشن والسكين مش كده. فاللي بيحصل ايه؟ انا بحس بالاثنين وبرفع ايده عشان اعمل فينس ريتيرني ينتهي خالص، وبقول له يا باشا ادني وشن في ايديك علشان الفينس ريتيرني يختفي تماما. كمان يا باشا كمان كمان كمان. بص لان الدكتور شعر في ايدك يا باشا، مش بقت باهته خالص بيضه خالص اهي. انا اشيل ايدي من على ايدي الارض، احمرت ولا ما احمرتش؟ احمرت ولا ما احمرتش؟ انا مش شايف. طيب عدت نفس الكلام، والمره دي بقى اقفل ايدك يا باشا بيضه ولا مش بيضه؟ طيب اشيل ده، احمرت ولا ما احمرتش؟ احمرت. يبقى عنده بيتا تريديال اند امر سيركوليشن، يبقى ساعتها اخر يعني مش هيحصل مشكله. لكن هو لو يوم 1 وان ارتري وعملت فيه مشكله وحصل يبقى مش يبقى ده بريكوشنز البودكاست. رقم واحد، لو انا عاوز ميتابوليك وبتابع عينين يكفيني فينس بودكاست. لو انا عاوز اوكسجينيشن وساتوريشن ارتري بودكاست، اسحب العينه 2 سنتي، اعمل ميلكينج للسرنجه بحيث اخد الهواء منها وابعتها فريش تتعمل، ولو سحبتها ارتريال ما ارجعش لو النتيجه فيها. نخش بقى
في استنباط ده الناس بتقولها كده وما حدش عارف ايه اللي هو الايكويشن وما حدش بيعملها. الايكويشن دي اسمها هندرسون هاسلباخ ايكويشن، بتقول الهيدروجين كونسنتريشن يساوي 24 مضروبه في البارشال ارتريال سي او 2 على البايكارب. فلو خدنا مثال عشان القصه تبقى واضحه الارقام دي، لو انا عندي بي سي او 2 25، 25 في 24 على بايكارب 12، المثال ده معناه ان الهيدروجين 50. طيب استفدت ايه ولا حاجه؟ بعد كده هقوم جاي في الـ في الـ في التيبل ده، التيبل ده موجود في الكتب وموجود مع الكود جاس والكلام ده. انا لقيت الهيدروجين في العينه دي كام؟ 50. تعال بص ال 50 نقصده ايه؟ نقصده بيت في كام؟ 7.3. ده المفروض لو الهيدروجين كونسنتريشن 50 هلاقي البيتش 7.3. بصيت في ورقه البلاد جاز لقيت البيتش مش ماشي مع 7.3، يبقى في غلط، يبقى العيله دي بايظه ولا اقدرش. يبقى ده فايده، لكن ما حدش بيبص على الكلام ده. لكن البدايه بتبدا من اول البيتش. السؤال بتاع البيتش نوعها كام؟ 7.35% ل 7.45%. طيب لو اقل من كده، لو اقل من 7.35 يبقى الاسيدوزس ولا الكالوزس؟ البيتش ما ايه اللي بدا اسيدوز، اللي يزيد يبقى ايه؟ الكالوز. كويس قوي. كان في زمان مصطلح اسمه الكاليميا واسيدينيا، الكلام ده كله كلام صفر صفر ملوش كده، نبعد على الكلام الفاضي ده. تمام؟ يبقى النورمال 7.4. لما يكون الشخص 7.4 او 7.35 7.45 عنده احتمال من اثنين، ان ده نورمال اسيد بيت او كومبنسيتد والبيتش نورمال. طيب لو البيتش اكتر من 7.45 معناها ده الكالوزس، لو اقل من 7.35 يبقى اسيدوزس. كلام جميل. اول ثاني خطوه انا بصيت على البيتش، ثاني حاجه عيني تقع عليها ايه؟ البي سي او 2. البي سي او 2 لو البي سي او 2 نورمال كام؟ مظبوط 35 ل 45. يبقى لو هو 35 45 حاجه من الاثنين، يا نورمال يا في كومبنسيشن، يا الدنيا مظبطه. طيب لو اكتر من 45 يبقى ده اسيدوز ولا كيلوزيس؟ اسيدوز، لان السي او 2 اسيد. طيب هيبقى السي او 2 موجود زايد عشان حاجه من الاثنين، يا في عندي اسيدوز فعلا ريسبيرتر اسيدوزس، يا ده كومبنسيشن، يا دي سي او 2 ممكن يبقى اكتر من 45 وده مش ريسبيرتر اسيدوز، ده محاوله. لان انا في اللي بيتحكم في الاسيد بيس التحكم السريع حاجتين، الريسبيراتوري كومبوننت والكيدني كومبوننت. الريسبيراتوري سريع والكيدني ابطا شويه. الريسبيريشن لما الجسم يبقى في الكالوزس ويرتين السي او 2 عن طريق انه يقلل التنفس يحصل هايب فنتليشن، محاوله انه يحفظ الاسيد يقوم يعادل الالكالي فيبقى البيتش نورمال، لان انا عاوز البيتش دايما يبقى نورمال. والعكس العيان عنده اسيدوزس فعاوز يخلص من السي او 2 يحصل هايبر فنتليشن، عشان كده الناس الميتابوليك اسيدوزس كوسمو ريسبيريشن عباره عن ايه؟ رابيد ديب ريسبيريشن، محاوله للتخلص من ثاني اكسيد الكربون عشان ينترلايز الاسيدتي. اوكي؟ فال 7.45 اكتر من 45 معناها ان السودو ده فيه اسيدوز او ان ده كومبنسيشن. لو واسباب الهايبر انفليشن يعني ما الاقي البيتش، ما الاقي السي او 2 فوق 45 ومعايا اسباب الاسيدوز بقى البيتش قليل، يبقى الاسباب هي دي هايبو فنتليشن سندروم، بتبدا من السنتر ديبريشن انتهى بالفنتليشن والمسكل سكليتر والاسباب اللي انتوا عارفينها دي كلها. طب اقل من 35 يا اما ده الكالوزس ريسبيرتري الكالوزس ده برايمري لو لقيت الاتش عالي، او ان ده كومبنسيشن لو لقيت الاتش قليل. فهي على حسب الفسيولوجي بنقدر نفهم القصه. اسباب اللو سي او 2 هي الميس هابوسيس ريت اس دي، اختصار ميكانيكال اوفر فنتليشن، يعني العيال على فنتليتور معمول له ريد اعلى من اللزوم هيبص او 2 يخش في الكالوز، او انكريز انتراكيال بريشر، او سيبسيس، وبعدين الثلاثة اتش هايبوكسيميا هايبر بايركسيا هارت فيلير انكزايتي، ده الثلاثة ايه؟ اسما سايتس، الثلاثة بي بريجنسي بين نيمونيا وساتسيت انتوكسيكيشن. ده اسباب الايه؟ الريسبيرتوري كالوزس او البي سي او 2 اقل من 35. دي مش مشكلتي ومش عاوز اطول في الاسباب. هناخد المثال ده هحله انا. البيتش ده 7.39 ده نورمال طبعا، لان النورمال قلنا من 7.35 ل 7.45.
النظرة التانية على طول على السي او 2 نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال ليه بقى نورمال؟ نورمال اسيد بيز. رغم ان انا لسه ما كملتش لو شفت البيتات بقى نورمال. ده هي الدنيا هنا شكلها نورمال. بعد كده المثال ده انت تحلوه هترفع ايدك كده خلي المثال ده اتفضل. ده اسيد ولا ده اسيدوز ولا كالوز؟ طيب ريسبيرتور ولا ميتابوليك؟ بناء على المعطيات اللي قدامك. ليه ريسبيرتور؟ طيب لما السي او 2 عالي والبي اتش قليل يبقى فعلا ماشيه خلاص مع الدماغ يبقى ادرس فتره اسيدوز. ابص بقى على البايكاربت هتتوقع البايكاربت هيبقى ايه؟ البايكاربت المفروض لو في كومبنسيشن لو بدا كويس يبقى ده اسيدوزس وهاي سي او 2 يبقى ده مفصل يبقى ده ريسبيراتري اسيدوزس. احنا قلنا نبدا على بعض يعني طيب لو البي اتش خليك عشان ارتفاع البكتيريا. لو بصينا المثال ده حاجه ثانيه نتكلم عنها. ها اتفضل يا بيه. لا ده هو في حلو المثال ده اصلا. دايما الاسئله. 77 ده ايه؟ اسيدوز ولا كالوزيس؟ ها؟ ليه؟ مظبوط. طب ده اسمعت ولا بتقول بالنسبه لان السي او 2 قليل يبقى خلاص ده ماشي لان ده ماشي على بعضها يبقى اتعلمنا ان السي او 2 له قيمه قبل ما نخش على البايكارب والكلام ده. اوكي حاجه المثال ده الدكتور اللي جنبه طب مظبوط الاتش ده اسيدوزس والبي سي او 2 ده ما يفسرهوش لان لو اسيدوزس كان المفروض يبقى السي او 2 ده خمسينات وحاجات زي كده ده 31 معناها وشت والوشنج السي او 2 يعمل اكالوزس لكن عندي اسيدوزس يبقى ده تقول اسيدوزس. ابص بقى على البايكارب ده ايه يبقى ده الخطوه اللي اتعلم ان ايه نمشي بطريقه سيستماتيك خلاص ده في مستقبلنا. المثال ده طبعا الـ H748 ده الكالوزس ها البي سي او 2 ده ما يفسروش لان لو ده اسمها الكالوزس المفروض يبقى البي سي او 2 اقل من كده فده ميتابوليك الكالوزس. يبقى ده اول خطوه قلناها نبص على البي اتش. تاني حاجه على طول البي سي او 2 سهله؟ طيب بعد كده هن ايه؟ نبص بقى على الجناح الثاني احنا قلنا الجناح الاسيد بيز ريجوليشن بيعتمد على السبريشن كيدني يبقى الكيدني ميتابوليك اللي هو البايكارب. كلمه روم دي انا هسيبها لغايه ما نخلص بس او معناها واضح. لو قلنا البيتش قليل يبقى ده معناه ايه؟ اسيدوزس. لو لقينا البايكارب قليل يبقى ده ميتابوليك اسيدوزس. البيتش هاي والبايكارب هاي يبقى ميتابوليك الكالوزس. البي اتش قليل والبي سي او 2 هاي يبقى ريسبيراتوري اسيدوز. هاي بي سي او 2 لو انتوا ملاحظين ايه هنا؟ ان هنا هو في الميتابوليك ار البايكارب ماشي التشينج مع البي اتش ماشي هادي الهاد ده قليل يبقى ده قليل هاي ده هاي عشان هو ده ميتابوليك تمام؟ الريسبيراتوري ده لو ده هاي وعشان كده كلمه روم ده معناها ايه؟ ريسبيراتوري اوبوزيت يعني لو بتكلم ده ريسبيراتوري اسيدوز يبقى التشينجز في البي سي او 2 معاكسه للبي اتش. ولو دي ميتابوليك يبقى ايكوفلنت يبقى ماشيه مع بعضها. يبقى ده تاني نقطه اللي هي الرابع. بعد كده الكومبنسيشن موضوع الكومبنسيشن. انتوا اتكلمتوا في الاول قلتوا كومبنسيشن يعني ايه كومبنسيشن؟ تمام كويس تمام بالعكس طبعا لو ميتابوليك ده مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا عشان يحافظ على الفسيولوجي لان انت عارف لو مفيش كومبنسيشن والبي اتش راح للاكستريمز البيشنت هيموت يعني القصه خطيره جدا كويس فزي ما انت قلت بالظبط اهوت اما الاقي البي اتش بس انا الكومبنسيشن بعرفه ازاي؟ لما بقى البي اتش وزن نورمال لكن ماشي في اتجاه الهاي نورمال ولا اللو نورمال؟ يعني لو 7/44 ده هاي نورمال ولا اللو نورمال؟ يبقى ده الكالوزس يبقى البرايمري افكت الكالوزس. لو 7 36 ده نورمال للبي اتش بس ناحيه الاسيد ناحيه اللو اللو نورمال فده اسيدوز برايمري كومبوسيت يبقى اتجاه البي اتش بيديني البرايمري اسيد بيز سيربنس. نيجي بقى للارقام اللي الناس بتحبها. انا عندي علاقه البايكارب بالسي او 2 يعني في الميتابوليك اسيدوزس اللي هي شغلتنا في الكيدني
لو لقينا البيكار قليل التوقع الشيء السدود غير قد ايه مقابل تغير البيكار في الاسلوس البيكار غير ايه؟ تتخيل اللي هي بيرفع الارقام ماشيه ازاي؟ في طريقه اللي هي ايه؟ يعني قول مثال عشان الناس تبقى فاهمه الكلام بتاعي. يعني مثلا يعني 7.31% مثلا او يبقى اللي قدام العلامه العشريه ده انا اعتبره الاكسبكتد بيس بوتو. طب حاجه ثانيه؟ ده الطريقه الثانيه بقى بتحسب ان كل واحد ثاني ايكويفالنت يعني بما ناقص ناقص الاتش تي 3 واحد 10 ماشي. في حاجه ثالثه؟ احنا في معادله كنا بنحفظها وكنا بنحفظها لنا في العيله الاكسبكتد باي كارب يساوي الاكسبكتد بيس بوتو اسف يساوي الباي كارب في 1.5 زائد 8 يعني لو البيكار ب 10 وانا دخلت بدون اسيدوز البيكار ب 10 يبقى 1.5 يبقى 15 زائد 8 يبقى 23 والاخر زائد او ناقص 2 يبقى لو البيكار ب 10 يبقى البيس بوتو اكسبكتد ب 21 ل 25 لو في الزون ده يبقى ده كومبنسيتد لو بره الزون يبقى يا اوفر يا اندر كومبنسيشن ده كنا حافظينه كمان فزي ما انت قلت ممتازه جدا كل نقص في البيكار بواحد يقابل نقص واحد 1.5 في البي سي او 2 المعادله اللي انا قلتها هي 1.5 في البايكارب زائد 8 والاخر زائد او ناقص 2 واخر حاجه نقص التو ديجيتس اللي انت قلتهم في الايه في البيتش مهمه القصه دي عشان نعرف ان في كومبنسيشن وده التشينجز بتاع البيتش مش هنطول بقى في الكلام ده وده الاكسبكتد تشينجز لو بنعمل على التوبيك التوز يعني كل زياده في البايكارب بس هو يزيد الارقام اللي انت شايفينها في الريسبيراتوري عشان الناس ما تروحش تحفظ يعني ساعات الارقام اللي بتتلخبطها بتعمل مشكله كل انا في الريسبيراتوري اسيدوزس كل زياده 10 في البي سي او 2 لو بتعامل مع اكيوت ريسبيراتوري اسيدوزس هيرفع لي ايه؟ 1 في البايكارب لان ده كومبنسيشن البي سي او 2 زاد البايكارب بتزيد عشان تنترولايز البيتش يبقى كل 10 زياده في البي سي او 2 البايكارب بيزيد 1 في الاكيوت وزيد 4 في الكرونيك وعشان يثبتها برضه في الاكيوت بس معكوس كل نقص 10 في سي 2 البايكارب هتنزل برضه في الاكيوت 1 وفي الكرونيك 4. طيب في معلومه مهمه جدا احنا قلنا الكومبنسيشن ده هو تغير البايكارب مع البي سي 2 والعكس محاوله من الجسم ان يخلي البي اتش ثابت فلو هما فعلا بيتغيروا عشان يخلوا البي اتش ثابت ونجحوا ان البي اتش يبقى وزن نورمال يبقى ده فول كومبنسيشن يبقى الفول كومبنسيشن هو البايكار والبي سي او 2 فيهم مشاكل لكن في النهايه مخليين البيتش نورمال يبقى ده فول كومبنسيشن لكن لو هم بيتغيروا بطريقه ان احنا اكسبكتنج ان البايكار لما يزيد البي سي او 2 يحصل ايه؟ يحصل له يزيد بس مش قادر يغير مش قادر يوصل البيتش للنورمال ده بارشل كومبنسيشن يبقى الفرق بين كلمه كومبليت وبارشل كومبنسيشن هو النورمال ولا مش نورمال بيتش وصل البيتش نورمال ولا لا يعني عندي حاله ميتابوليك اسيدوز البي اتش 7.25% والبسوتوج يبقى ده اللي طبيعي ولا وجد لكن ما وصلش البي اتش للنورمال يبقى ده بارشل كومبنسيشن تمام الكلام ده مهم لان هيجي بعد كده لما ما يكونش في كومبنسيشن او ميكس اسيد بيز ستيرفنس تبقى في مشكله ونبقى في نقطه ثانيه البسوتوج والباي كارب بيتحركوا في سيم دايركشن لو انا بتعامل مع سيمبل اسيد بيز ستيرفنس البي سي او 2 زاد الباي كارب زيد الباي كارب زاد البي سي او 2 زيد البي سي او 2 قل الباي كارب تقل العكس العكس يبقى هما الاثنين ماشيين مع بعض محاولات لتظبيط البي اتش ظبطوه يبقى فور كونفرسيشن ما عرفوش يبقى ده بارشل كونفرسيشن المثال ده حد يتكلم معاه البي اتش 7.44 ده ايه؟ نورمال ولا نورمال؟ نورمال بس هاي نورمال لان لغايه 45 صار البي سي او 2 كام؟ ده يبقى ريسبيراتري؟ لا البايكار ب 30 يبقى ميتابوليك الكالوزس وكومبنسيتد بريسبيراتري اسيدوزس ده سيمبل اسيد بيز ستيربنس البرايمري هو ميتابوليك الكالوزس والبي سي او 2 ريتيند ونجح ان هو يخلي البي اتش نورمال يبقى فور كومبنسيشن كلام سهل جدا المثال الثاني ده 7.44 على هاي نورمال البي سي او 2 اي اي فسر يبقى ده ريسبيراتري الكالوزس وعشان كده البايكار بقى قبل اهوت وناجحين الاثنين يحافظوا على الايه؟ على البي اتش ويز النورمال يبقى ده فور كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوز. ده البي اتش قليل يبقى اسيدوزس البي سي او 2 يفسر يبقى ريسبيراتوري اسيدوزس البايكارب علت
عشان تظبط البيتش، بس البيتش ما تظبطش يبقى ده بارشل كومبنسيشن. يبقى لو انا يبقى انا لغايه دلوقتي انا قلت ايه؟ قلت ببص على البيتش، ببص على البيتش والتو، اعرف انا بحاول معايا. طيب لا خلاص قلت كده قلت اسيدوزس. ايه الخطوه في الالجوريزم وفي الانفستيجيشن اللي انا اعملها عشان اعمل انتربريتيشن؟ يلزمني ايه؟ احسب ايه؟ نعالج ميتابوليك اسيدوزس. ارانو جاب، يعني ايه ارانو جاب؟ ما دام انت قلت ارانو جاب. كطير ولا طير؟ يعني ايه كلمة طير ولا يعني ايه كطير؟ الأول. ليه؟ عشان ما تنساش خالص. الكطير كان يعني الكانسر ده كطير. والكانسر مع التشارج بوستر ولا نيجاتيف؟ بوستر، يبقى الكطير هي بوستر. والأرانب نيجاتيف. الأرانب زي كلورايد والباي كارب. الأرانب جاب معناه إن الأرانب نفسه قليل على الكطير. فالنور ولا في جاب؟ ليه في جاب؟ لان في الحاجات النيجاتيف تشارج ما بتخش في الحساب زي الالبوم ديت ما ايه؟ ما بتخشش في المعادله فبالتالي يبقى في ارانب جاب. حلو الكلام. يبقى القصه سهله بالنسبه لي انا اقول الارانب جاب هو مجموع الصوديوم والبوتاسيوم. في ناس بتكونفيت البوتاسيوم ده رقم قليل ملوش قيمه قوي، لكن انا بحب امشي كلاسيك. صوديوم زائد بوتاسيوم ناقص كلوران باي كارب هيبقى 12 زائد او اس 2 يبقى ده النورمال ارانب جاب. يا احمد بيجي بعد الدوبا فلو خدنا بالوضع الطبيعي انا الشخص الصوره بتاع 140 يعني هنا شايفين البوتاسيوم الصوره 140 الكلورايد 103 البايكارب 25 اجمع ال 25 على 103 يبقى 128 ناقص 140 يبقى عندنا الارنب جاب 12 ده نورمال بلازما. طيب لو خدنا مثال ثاني اهوت هنا العيان ده عنده لاكتيك اسيدوزس فبقى في لاكتيت. اللاكتيت نيجاتيف تشارج والبايكارب نيجاتيف تشارج. الاثنين لو هم مع بعض البايكارب هتقل مع الاسيدوزس بس اللاكتيت مش هتخش في المعادله. هظبط المعادله 140 ناقص 103 ودي بقى 15 يبقى الارنب جاب بقى 22 لان في 12 جاب و10 بتوع اللاكتيت يبقى ده هاي الارنب جاب اسيدوزس. مهم قوي ان اعرف الهاي الارنب جاب اسيدوزس ودي اسبابه. مار بايلز ديت يعني الاختصار مسالول يوريميا دايبيتيك بوتاسيدوزس باراكلوهايد ايرن ايزورازيد اسيدوز. في ناس ممكن تقول الكلام ده كله ما حدش بيشوفه، لكن تبص الايزورازيد هو علاج التي بي دوت في كيسز كتيره ولدرجه ان هم حطوها في المكسب والكلام ده اللي هو الميديكال نورج سيتس بروجرام. يبقى حاله وتاخد ايزورازيد وتخش في كوما وبتاع وفي الاخر تطلع هي لاكتيك اسيدوز وهي لو جاب اسيدوز. فنخلي بالنا من القصص دي. فدي الاسباب. ده ممكن الاقي بيتابوليك اسيدوز واجي احسب قرار جاب هلاقي ان الكلورايد هو اللي زاد والبايكارب قل بس الكلورايد غطى قل الفرق ده. فدي تحسب تلاقي الايه المعادله اللي راح من البايكارب اتحط على الكلورايد فالارقام تبقى يبقى اسمه نورمال انا وجاي بس انا عندي ميتابوليك اسيدوز. اسبابه لسه هيت لكن اشهرهم الدايريه والار تي اي دايريه ورينا تيرو اسيدوز. يبقى ده اول حاجه احنا قلناها ان انا لو حسبت لو وصلت الميتابوليك اسيدوزس اشوف انا مع نورمال ولا هاي ارانب جاب. نورمال ارانب جاب بحط في دماغي اول حاجتين دي دايريه ولا ار تي اي. ده هاي ارانب جاب ابص في المار بايرز الكلام اللي احنا قلناه اشوف السكر واشوف الكلام اللي عندك في كده اسيدوز خلاص بقى حل القصه. يعني ما كانش اشوف الادويه اللي خدها يبقى ده القصه بتمشي كده اشوف ده تعليق على لو ارانب جاب. طب امتى يبقى في لو ارانب جاب؟ انا قلت في هاي ارانب جاب وفي نورمال ارانب جاب. امتى يبقى في لو ارانب جاب؟ صح بعد ما انا عاوز اقول الكلام ده لان لما تقول الكلام ده معناه ان انت فاهمه. اذا كان الارنب جاب جاي عشان القلب اللي شايل نيجاتيف تشارج اللي مش معروف على وجه الدقه يعادل كام؟ عشان كده ما بيتحسبش. فما هيقل هيقل ولما بيزيد برضه هيزيد الارنب جاب. اسباب برضه الارنب جاب بعض لو في هيمو كونسنتريشن وديهايدريشن ممكن ترفع الارنب جاب شويه. لكن فعلا من لو الارنب جاب او كونتراكت الارنب جاب الهايبو الفومينيجا. بس الكومنست ايه؟ لابيرا. فنخلي بالنا من القصص دي. ممكن يبقى عندي نيجاتيف ارانب جاب؟ طيب النيجاتيف ارانب جاب بس هو صعب شويه بس الكومنست هو اللاب ايرور. لكن في تكه في الانتوكسيكيشن في حاجه اسمها بروفايد انتوكسيكيشن. البروفايد ده انا ولا اختاري. البروفايد ده موجود في ادويه السيكاتري والنيورولوجي والكلام ده و
وبيعمل نيجاتيف ايون جاب ممكن يوصل ناقص 60. بس السؤال بتاعي هل هو الايون ولا كاتاليك؟ هو نيجاتيف ولا بوزيتيف شارج؟ البرومايد مشكلته هو هو الايون، فالمفروض ما يخليش نيجاتيف ايون جاب. لكن مشكلته ان بيتقرف المعمل على انه كلورايد، فبيتقرف بيطلع لك رقم كلورايد عالي جدا 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 جدا، تحطه يا فوق مجموع كلورايد وبيكر يا فوق موضوع مجموع الصوديوم والبوتاسيوم. انت فولس حساب البرومايد بيترجم في الماء في الجهاز على انه كلورايد، فده احد التكات لتشخيص البرومايد انتوكسيكيشن، وده موجود في العينين اللي بياخدوا ادويه اللي هي البرودستوجين والحاجات الورولوجي يعني. انا تعبت النقطه دي بقى خلاص كفايه كده، ودي معادلات هي المحاوله الكوفرنس الادم وعلاقته بالايون جاب، بس احنا فهمنا الكلام عشان ما نخشش في التفاصيل المزعجه، وهي الايون جاب احنا اتكلمنا فيه والتيبل ده ممكن يبقى في تكه بقى. احنا قلنا اسباب الهاي ايون جاب اسيدوزس في مال بايز، وفي جزء منها الكحولي، يعني في جزء دايابيتس هتشكل بلوك جلوكوز، بس في جزء الكحولي. الكحولي اشك فيه ازاي؟ احسبه ازاي؟ بحسب بعد الايون جاب حاجه اسمها اوزمولار جاب. يعني ايه اوزمولار جاب؟ بعده من المعمل لو سمحت تسيب الاوزمولاريتي وانا بحسبها بمعادله. والمعادله بتاعت الاوزمولاريتي عارفينها؟ 2 في الصوديوم زائد البوتاسيوم زائد البيو ان زائد الجلوكوز. بس احول الجلوكوز لميلي مول والبيو ان اقسم على كذا، انتوا عارفين. لو لقيت الفرق اكثر من 10 الكالكوليتد والميجر الايون جاب بقى فيها هاي اوزمولار جاب. وهي اسمها الجاب ده معناها ان في الكحول موجود هناك. فده ما بيحصلش. امال ايه اللي يقول الايون جاب ده؟ لو انا العيان عندي نورمال الايون جاب اسيدوزس احسب اليورين الايون جاب. بحسبه ازاي؟ الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص الكلوريد في اليورين. ده بيميزني ما بين الار تي اي وده. الاقي بوزيتيف في ده ونيجاتيف في ده. فما فيش حاجه ما بنعملوش يعني، ما بيجي فقط في الار تي اي ببص للكلوريد جاز شخص انت ممكن اسيدوزس فيري سمبل. ابص اليورين بي اتش لقيته الكلاين، هل ده كلام ماشي مظبوط مش مظبوط؟ ازاي العيان يتعامل مع ميتابوليك اسيدوزس والكلاين يورين؟ طبعا بعد استبعاد البيتراي لان في بعض الاورجانيزم اللي بتعمل الكلاين يورين، يبقى انا استبعدت هذا الكلام يبقى ده مش ماتش معاك في الكون حاطط دي على ايه؟ على اول على اول شكل في الايه؟ في الار تي اي. لكن لو عاوزين نحسب نحسب انا وجاب عشان نشوف ده بوزيتيف ولا لا. يبقى نيجاتيف في الدائريه وبوزيتيف في الار تي اي. يبقى ده ما يخص المتابعه. يبقى تاني ببص على البي اتش، ببص على البي سي او 2، بشوف انا ماشي في اي اتجاه، في كومبنسيشن او مش كومبنسيشن، قلت ميتابوليك اسيدوزس ما انتهيش عند كده، احسب الايون جاب وبعدها احسب اوزمولار جاب، ولو لقيت دي في هاي الايون جاب اسيدوزس، لو لقيت نورمال الايون جاب احسب نورمال الايون جاب. فصلت القصه ده دايريه ولا ار تي اي؟ طب لو ميتابوليك الكالوزس اعمل ايه؟ عاوز حاجتين، هل ده كلورايد ريسبونسف الكالوزس ولا ريزيستنت؟ كلمة كلورايد ريسبونس كان واحد دهيدريتد. هعرفها ازاي؟ من الهيستوري والاكزامينشن والكلام ده. ولو قدرت احسب كلورايد في اليورين لقيته قليل معناها ان الكيدني دي كونزيرفنج للكلورايد، يبقى ده ابروبريت للدهيدريشن، يبقى ده كونتراكشن على الفلوس. اكتب بقى فلوس وصالح الدهيدريشن دي نفس الصالح. لقيت كلورايد عالي في اليورين يبقى ده سلاين ريزيستنت او كلورايد ريزيستنت على الفلوس. اما ابص للكونسنتريشن بتاع الرينين والاندستول لقيتهم، لو لقينا المثال كده يا جماعه البرايمر اندسترونيزم، لان في البرايمر اندسترونيزم البرايمر ديفكت هو زائد الاندسترون، يبقى ده هو اللي هيبقى زايد. طب في دول هيبقى ايه يا جماعه؟ في رينا الارتسترونيزم ورينا البروتوسيوم تيومر الاثنين هيبقوا ايه؟ زايدين. يبقى الرينا زايد ما دام الرينا هيزيد هيزود الاندسترون. طب في الكوشنج والليكرش والاربرت والليدل سندروم هيبقى اخبار الليفل بتاع رينا الاندسترون هيبقى ايه؟ الاثنين هيبروديوس ديكريز. يبقى ده شجره بتديني انا معايا جروب من الايه؟ من الكوزز. ايوه بص على السلايدز واقف التكات البسيطه دي. احنا انا قلت الكلام ده لو لقينا التشينجز بتاع البايكار ماشيه مع البي سي وحق وصلحت البي اتش مفروض كومبنسيشن ده سيمبل اسيد بيست ديستربنس. لو ما عرفتش تصلح البي اتش بس ماشيه بنفس اللي احنا متخيلينه يبقى ده فاشل كومبنسيشن. لو لقينا بقى حاجه زي كده ايه رايكم هنا؟ ايه ده ايه الديفكت هنا؟
الاتش كام هنا؟ اسيدوز ولا الكالوز؟ اسيدوز. والفي سي 2 55 يفسروا صح؟ يفسر. طيب بس الفايكارب ايه اللي حصل لها؟ مش كان المفروض لو احنا بنفكر في الكومبنسيشن سواء بارشل او كومبليت ان الفايكارب بتزيد ولا لا؟ لو ده لكن الفايكارب هنا قليل يبقى ده ميكس اسيد بيز سيرفيس لان مش ماشيين بالورشت. يبقى ده كومبايند ميتابوليك اسيدوزس اند ريسبيرتوري سيرفيس. هل الكلام ده مهم اصلا؟ ممكن يعني يقول لك انت عملت ايه؟ انت عملت في قصه المهم. طب مهم ليه؟ لان الاسباب اللي بتعمل ميكس اسيد بيز سيرفيس بتحتاج ايرجنت اي سي يو مانجمنت. وغالبا تبقى مشاكل كاتاستروف. انا مش عاوز برضه على اول اسباب كويسه. فلازم فيري سيريس. نعم؟ هو ايه اللي هيعمل؟ ما هو انا لو منتظر من المايند ان هي تساعدني وما ساعدتنيش معناها ان هي فيها مشكله. فهي القصه في كده ما الجين اللي تساعدني وما ساعدتنيش فيه مشكله، المشكله تروح تلاقيها بقت اسلوس مايكاردر انفارشن بالسكتي ومش عارف ايه، فتبقى القصه كاتاستروف. القصه مش معناها سيمبل ارقام وخلاص. بعد كده انا عشان يلزمني اشخص المكسب انا هخلص مثلا احسب حاجه اسمها دلتا التغير، معدل التغير في الايرون جاب ومعدل التغير في البايكار. يعني ايه معدل التغير في الاسيد في الايرون جاب والتغير في البايكار؟ انا المفروض البايكار بيبقى 24 لا 12، يبقى معدل التغير هنا ايه؟ نزل النص صح؟ لما يكون البيت بتاع الايرون جاب 12 بقى 60 زاد هنا كم ضعف؟ خمس اضعاف. انا بكون عندي كتير من الحاجتين دول، معدل التغير في الايرون جاب خمس اضعاف وتغير البايكار نص او ضعف، يبقى الايون جاب هم اللي فارق قوي صح؟ والعكس لقيت البايكارب مضروب خالص والايون جاب بيتحرك حاجه بسيطه، يبقى معدل التغير في البايكارب هو الاقل. هل ده له قيمه؟ ان انا بعد ما قلت ده له قيمه انا راجعت هنا. هنا معدل التغير في الايون جاب عالي قوي عن معدل التغير في البايكارب، معناها ايه؟ ان انا عندي ميتابوليك اسيدوزس وجيت احسب الايرون جاب لقيته 60 يبقى زاد خمس اضعاف، والبايكار من 24 بقت 15. يبقى كان البايكار فيها ليزي، ده المفروض تنزل اول ما نزلتش. ايه اللي ما نزلهاش؟ في كومبوننت ميتابوليك الكالوز موجود. رغم ان هي ميتابوليك اسيدوز، هل هو ممكن يبقى في ميتابوليك اسيدوز بلس ميتابوليك الكالوز؟ اه هو ميتابوليك الكالوز. البيشنت عنده برايمري اسيدوزس لكن جه اون توب فوميتنج، فتخلص من شويه اتش اس ال فبقى في ريتنشن شويه البايكار، لكن ما زال في ميتابوليك اسيدوز بلس ميتابوليك الكالوز. ده المهم انت فاهم يا بروفيسور. يعني لو واحد فاكر يبقى لو تلت الانون جاب هي اللي زايده قوي، التغير في الانون جاب عالي قوي، يبقى معناها في هيدن ميتابوليك الكالوز مع ميتابوليك اسيدوز. طيب لو معكوس التغير في البايكار مش شيء قوي والايرون جاب تغير في قليل، يبقى ده كومباينيشن ما بين هاي ايرون جاب ونون ايرون جاب، يعني في عليه دايرين. يبقى العيان اللي هو الدلتا ايرون جاب زايد قوي يبقى في فوميتنج، في حاجه عامله فوميتنج. والعيان اللي الدلتا البايكارب هو اللي عنيف قوي يبقى معاه دايرين. يبقى انا ممكن يبقى عندي ميتابوليك اسيدوزس بلس الكالوزس، ممكن يبقى عندي هاي ايرون جاب اسيدوزس بلس نون ايرون جاب اسيدوزس. وبتفرق معايا لان بتتحدد بعد كده في المانجمنت بتخش معايا. ده اخر الحاجه. الكيس سيناريو دوت هنبص عليه سوا ان شاء الله. يعني تتوقعوا الاسيد بيز سيرفنس اللي موجود هنا ايه؟ بصوا الارقام البي اتش والباي كارب والدولارات بس عشان الوقت. ده البي اتش هنا كام؟ يبقى الكالوز. البي سي او 2 اللي جنبه ده ايه؟ 25 اسبات الكالوز. يبقى ده اول حاجه هتحطها في جبنه اسبات الكالوز. تعالوا نبص بقى للارانج دي 40. يبقى عنده هاي انا جاب اسيدوزس بلس ريسبيرتوري كالوز، حاجتين بقى في جبنه. طب تعالى شوف الايه؟ البايكارب في وزن ارجال، يعني في مش مشكله ديت. هنا البايكارب كام؟ 21. يعني البايكارب نزل حاجه بسيطه قوي. ولكن الان جاب عالي 40، يبقى ده كمان فيه ميتابوليك كالوز. يبقى الحاله ديت عباره عن 3 اسيد بيز ديستربنس. ميتابوليك اسيدوزس الكالوزس اند ريسبيرتوري الكالوزس. يبقى اذا وصل الكلام
انا احل المثال ده برضه البي اتش 7 و4 ده نورمال، البي سي او 2 نورمال، البايكارب نورمال، الانجلاب نورمال، معدل البايكارب زيرو، معدل الانتحار في الانجلاب زيرو. الحاله دي انا احلها لانها صعبه شويه، ده نورمال للاسف نزل السبب. الحاله الثانيه تحلوها هنا، انا ملخصها لكم جايب الارقام يعني كان كتاب كومبريهنسيف. البي اتش 7 29 ده ايه؟ اسيدوز. البي سي او 2 هنا ايه؟ قليل ما يفسرهاش. وهنا ايه؟ يبقى ده حاجه بتقول اسيدوزس، والبايكارب هنا بيحاول ايه؟ يكومبنسيت. وهنا الدنيا يبقى ده ايه؟ هاي هاي لانجا بس بتراف. الحاله الثانيه 7 1 من 10 ده ايه؟ اسيدوز. البي اتش هنا 20 يبقى ده ايه؟ ميتابوليك. وهنا الدلتا البايكارب كام؟ 18. يبقى ده حاله ايه؟ هاي لانجا زائد دوبل ايرون جاب، يعني دلتا بايكارب جديد. ماشي؟ الحاله اللي بعد كده ده ميتابوليك الكالوز ما فيش فيها لعب، ما فيهاش 7 ونص وما فيش فيها اي مشاكل ثانيه. الحاله اللي بعد كده ده هاي ايرون جاب اسيدوزس بلس ميتابوليك الكالوزس، لان دلتا من ايه؟ الايرون جاب شديد. بعد كده سام اب دونت جيت اوفر ويلمنج ايدنتيفاي ذا برايمري، يبقى ماليش خطر خطر في اتش اي وسيكتور ايه كومبنسيشن ايه والكلام ده، يبقى سنه سنه يبقى نوصل نحط كده على البرايمري اسيد بزنس سيرفنس. وان انسر ذا كويشن اباوت كومبنسيشن وي مي اوفن انكفر ا سكند ديس اوردر وين كالكوليتنج دلتا جاب وي مي ايفن انكفر ا ثيرد، يعني بدل ما تشخص معضله كبيره بري ديفكتس. وطبعا هو المنظار لازم نختم بالاداره الكومبنسيشن وحاجات زي كده. دولت وين ذا ديزاير تو سكسيد في اف اوريجينال فول بوتنشال، دي يبقى الحاجات اللي لو دورت عليها في ذاكره ولا عملها، ذيس ار ذا كيز ذات ويل انلوك ذا دور تو فيرسال اكسلنس. عاوز زيرو اكسلنس. وراجل كونفشنس راجل حكيم وله حاجات جامده جدا، راجل سنة قديم وله يعني حتى بيوصف الاطباء الحكماء ان هم كونفشنس فيزيشنز. وهي الصوره دي برضه واخدها النهارده مش امبارح. المنظر يعني منظر خلاب المنيا ديت، واسيبكم مع ايه؟ مع الورده ومش